انه خد شرعيته من الشعب المصري، خد شرعيته من الاغلبيه، من الفلاحين والعمال والموظفين، من اصحاب مصر الحقيقيين اتحرموا قبله وخدوا حقهم في الوطن معاه، اتهانوا قبله ورفعوا راسهم في الوطن معاه، اتظلموا قبله وانصفوا معاه لانه كان ابنهم ولما جاء في السلطه كان ظهرهم. انا هنتخب حمدين صباحي لان عارف ان حمدين صباحي هو ابن الناس اللي زيكم واخو الناس اللي زيكم، وزي ما احنا كنا في 25 يناير قاعدين ال 18 يوم في التحرير، كان حمدين صباحي قاعد معانا ال 18 يوم في التحرير. في هذه اللحظه اللي احنا بصددها وفي اطار المرشحين اللي موجودين 13 مرشح المتقدمين على الساحه، اقول وكل يقين وكل صدق مع نفسي انه الوحيد الذي يمثل طموحات هذا الشعب، انه الوحيد الذي سيحمي مصر من ثوره جياع. كثيرة تساءلت ربما بمحل هذا التساؤل وتلاشى انما كان موجودا وبقوة، مش بدل ما كان يبقى المرشح حمدين صباحي وحده في مؤتمر انتخابي ومعه من يؤيده، كان عدد من الممثلين للتيار الثوري في مصر تجمعوا وانتخبوا او اختاروا فيما بينهم شخص واحد يتقدم برئاسة الجمهورية والكل يؤازره، مش بس من باب تفتيت الأصوات، من باب إعطاء رسالة للناس إن المسألة ما فيهاش أنانية. ولا لا ده حصل، تنازل حمدين صباحي وقال إن هو ممكن يبقى نائب رئيس ولكن رفض هذا التنازل. الحقيقة أنا وافقت دائما على فكرة فريق رئاسي، لم أتنازل لأكون نائب رئيس لأي اسم للي أنت ذكرتيه أو أسماء أخرى مذكورة، لم يحدث، لأن لم يعرض علي من أحد أن أكون نائبا لاسم بعين، وعرض علي من جماعة من المثقفين أن أنا أكون شريك في فكرة صياغة مجلس رئاسي من عدد من مرشحي الثورة، وأنا وافقت على هذا المعنى ولم يصلوا إلى تمام. ما فيش حاجة اسمها مجلس رئاسي، يعني عمليا الدستور فريق مش مجلس رئاسي، فريق رئاسي، فريق رئاسي ده مش لازم يكون في الدستور. بس فريق رئاسي هيختار واحد يترشح ويبقى ان يكون فيه مرشح، وانا في فرق ما بين انك تقولي لي انت وافقت تبقى مرشح لفلان، لا لم اوافق ابدا ان اكون نائب لفلان او ارشح نفسي نائبا مع فلان، وافقت دائما على اني او غيري من المرشحين اللي محسوبين على الثورة نتوافق، اذا توافقنا هلتزم بهذا التوافق، لم يحدث هذا التوافق، على الاقل حتى الان هذا التوافق لم يتم، لكن في اربع اسماء لازال في حوار جاري بينها، مستشار هشام البسطويسي، المناضل ابو العز الحريري، المناضل خالد علي وحمدين، لسه في حوار جاري ما بين هذه الاسماء الاربعة. إذا المشكلة مع عبد المنعم أبو فتوح؟ مش مشكلة الحقيقة، لأن هو جزء من الرؤية التي طرحت بوضوح، كانت سؤال محدد، هل نريد لمصر أن يكون رئيسها منتمي للإسلام السياسي أم لا؟ وحصل خلاف في الإجابة حوالين هل ده مفيد ولا غير مفيد، والاتجاه العام رأى إن لأن احنا حريصين على وجود الإسلام السياسي كأحد مكونات الصورة في مصر، مش يأخذ كل الصورة ويطرد ما سواه، فإحنا نفضل أن يكون رئيس الجمهورية القادم مش من محسوبين على الإسلام السياسي وأحزابه وتياراته،
ليه؟ ارزاق ما كانش واضح في فتره من الفترات، يعني فتره مش بعيده يعني التضح. معلش التضح. يعني يعني خليني اقول انه في بعض المليونيات والتظاهرات وكنا سالناك قبل كده في المساله دي، انه حصل ان انتم مشيتوا جنب بعض مرشح حمدين صباحي وعبد المنعم ابو الفتوح، وده ده دلاله قدام الناس لما سئل ابو الفتوح عن عن اقرب المرشحين له قال حمدين صباحي انا ممكن اديله صوتي. ده الكلام ده في سنه او في من اقل من سنه. نعم. لا كان واضح ان في تقارب والكل كان عنده تصور انه المرشحين مرشحين دول ممكن يبقى في نوع من التفاهم، مش تفاهم، ممكن يكملوا بعض. هذا لم يحدث. صحيح. لان كل واحد فيكم كان مصر ان هو يتقدم لمنصب الرئاسه. لان يعني انا ما بتكلمش على الجوانب اللي علاقه بسؤالك في الانويه او الذاتيه في الموضوع، كل واحد فينا بالتاكيد عنده يعني ذاتيته لا يمكن انكار ده، بس مش ده السبب الرئيسي. السبب الرئيسي كما افهمه على الاقل من وجهه نظري ان مصر عشان تبقى شبه نفسها شبه مصر وتبقى شبه ثوره 25 يناير لا يفيدها ان المنتسبين للإسلام السياسي وهم بيقودوا مجلس الشعب وما نيجي نشكل حكومة هيبقى لهم بالتأكيد وزن معتبر في الحكومة وياخدوا كمان رئاسة الجمهورية. هذا أمر ليس هو أفضل ما يمكن أن مصر تحصل عليه بعد هذه الثورة. لا هو يعبر عن 25 يناير اللي شارك فيها مسلمين وأقباط ويسار ويمين وإسلام وليبراليين. ثورة 25 يناير كانت متنوعة شبه مصر بالظبط، ما ينفعش اسلم كل السلطات لاتجاه واحد. طب وهل ممكن؟ الحقيقة لقد اخرجنا الاخ عبد المنعم لفترة طويلة من حيز ان يكون تعبير عن الاسلام السياسي، حتى اتى التطورات بعضها في خطابه وبعضها في المؤيدين له ونوعيتهم اعادت وضعه في خانة التي كان فيها لسنوات طويلة، انه تعبير عن اسلام سياسي اكثر مما هو تعبير عن مشروع وطني جامع. واذا كان وده ما اظن تعبير عن مشروع وطني جامع، فهناك من بين المرشحين المطروحين من هو تعبير ايضا عن هذا المشروع بطريقة اكثر وضوحا واتساقا طوال تاريخ، فتنة زي حمدين صباحي وزي ابو العز الحريري وزي هشام البسطويسي وزي خالد علي. يعني انا اعتبر كل هؤلاء مفيش حد فيهم، يعني الاربع اسامي اضع نفسي اخر اسم فيهم، ولا واحد فيهم يمكن ان المصريين يضطربوا يقولوا يا ترى بيعبر عن مشروع يكمل الاسلام السياسي ولا هو جزء من الاسلام السياسي. فعندما طرحت هذه القضيه حصل تفاوت في تقديرات حتى اللجنه اللي بدرت بكده، مش احنا كمرشحين، نعم، ولم تصل الى نتيجه. وبعض المرشحين قال في لحظات ان اللجنه دي اختارته رئيسا، فاللجنه دي كذبت وقالت احنا ما اخترناش حد. ثم هذه اللجنه اعلنت انها لم تتمكن من الوصول الى نتيجه وتقريبا جمدت اعمالها. طيب. فهذا الطموح بالرغم من انتقادك للارضيه اللي يقف عليها الان المرشح عبد المنعم الفتوح، الا انك نوهت انه كان عندك استعداد ان انت تبقى في فريق رئاسي. نعم. مع صحيح. صحيح. هل هذا الاستعداد موجود بالنسبه للمرشح عمرو موسى؟ هل من ممكن انه حمدين صباحي يبقى في فريق رئاسي معاون مساند مساعد مع عمرو موسى؟ لا، غير وارد على الاطلاق. عمرو موسى انا اقدره واحب احترم كل المرشحين. حمدين صباحي تعبير عن مشروع وطني للمستقبل. حمدين صباحي لن يتعاون مع حد كان جزء في النظام اللي كان حمدين صباحي بيدخل السجن 17 مرة وهذا المرشح قاعد 17 سنة وأكثر جزء من سلطة مبارك. مفيش بينا لقاء على أرضية وطنية نهضوية جامعة، مش موجود. إذا كنت أنا بقول مش عاوز الإسلام السياسي اللي أنا بدافع عنه، أنا في صف وجود كل المنتمين للإسلام السياسي كقوة سياسية، أنا ضد هيمنتهم، ضد استبعادهم الآخرين، ضد إن مصر تتغطى بلون واحد من أربع ألوان في الأيديولوجيا، ما ينفعش. فما بالك بمن أعتبره منتسبا بدرجة لنظام مبارك للشعب المصري، وأنا كنت تحت قيادته موجود في الميدان ضده. لا صحة لأني قبلت في أي لحظة ولا
ولن أقبل مستقبلا أن أكون نائبا مع حد لا يعبر من وجهة نظري بغض النظر عن الأسماء واحترامي له، عن مشروع وطني لا يعيد النظام القديم من ناحية، ولا يطغى به الإسلام السياسي على الإسلام اللي هو دين الفطرة واختيار الشعب البسيط السمح المعتدل، إسلام الفلاحين اللي أنا منهم وإسلام الأزهر الشريف، مش إسلام الأحزاب السياسية. أنا عاوز يبقى فيه دين حاضر في هذا البلد، دين محترم، دين نحب فيه نفسنا كمصريين مسلمين ومسيحيين، ونتساوى في الحقوق والواجبات. طيب. فهذا ليس قائما من وجهة نظري بدرجة كافية في مشروع الإسلام السياسي. من ناحية تانية وأولى من دي، أنا مش عاوز إعادة إنتاج نظام مبارك، لأن الشعب ده ما قامش بثورة عشان يعيد إنتاج نفس النظام. وبصراحة لو إحنا عاوزين رئيس يبقى أكثر قدرة على إنصاف الفقراء، لأن الفقراء لو ما خدوش حقهم البلد هتنفجر في ثورة جيعة، وأكثر قدرة على التعبير المنفتح عن الألوان الجميلة الكتيرة اللي موجودة في مصر واحترامها كلها، يبقى ربما نضطر إلى أن نشهد الموجة الثانية من الثورة. أنا نفسي مصر توفر على نفسها أنها تضطر الموجة الثانية من ثورة في الميدان. السكة دي إن الميدان يوصل للديوان وحد معبر عن هذه الثورة يتولى تنفيذ ما أرادوا الشعب. طيب. في الثورة. حضرتك ترى إنه عمرو موسى ليس معبرا عن هذه الثورة، أو هذا ما فهمته منك؟ إن عبد المنعم مفتوح ربما أيضا لا يكون معبرا عن. لا 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 لا، في فرق كبير. عبد المنعم مفتوح أكيد معبر عن الثورة، الإخوان المسلمين كلهم جزء من الثورة، السلفيين كانوا جزء من الثورة. طيب. لا حرمان لحد من دول كان جزء من الثورة. عمرو موسى كان جزء من النظام. طيب. ما كانش جزء من الثورة. طيب. تعددت الأسباب وترفض أن تكون جزء من 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 مع عمرو موسى. طيب. هسألك عن المرشح محمد مرسي. نعم. ماذا لو عرض على حمدين صباحي أنه يبقى جزء من المشروع، يعني بأي شكل؟ لا. بصي، ما هو إذا كنت أنا بقول أنا مستعد لشراكة مع عبد المنعم، بس رأيي أن هذه الشراكة عشان تكون أكثر معقولية وقبولا بلاش يبقى اللي موجود في رئيس الجمهورية منتسب للإسلام السياسي، وده عن عبد المنعم، لأن عبد المنعم قعد طول عمره في الإخوان لحد سنة فاتت، فما بالك برجل لا زال في الإخوان حتى هذه اللحظة وعلى رأس حزب الحرية والعدالة. أنا طلبت الدكتور محمد مرسي وطلبت الإخوان المسلمين بأنهم يا جماعة إذا كنتوا عاوزين مشاركة لا مغالبة، وده أنتوا قلتوه وهو أحسن، مفيش داعي تطرحوا نفسكم وتاخدوا منصب رئيس الجمهورية بافتراض أنكم تقدروا تاخدوه. أنا رأيي أن هم مش هيكسبوا، مفيش حد منتسب للإسلام السياسي هيكسب موقع رئيس الجمهورية في اعتقادي. طب هو لو كان حازم صلاح ابو اسماعيل لم تظهر ورقة جنسية والدته، ما كانش مؤهل او ما كانش عنده فرصة للوصول لهذا؟ يعني خلينا دلوقتي نذكر الشيخ حازم بالخير، خلينا نتكلم في المرشحين الموجودين بدون لو التي تفتح عمل الشيطان. انا بقول المنتسبين للإسلام السياسي وبالتأكيد الدكتور محمد مرسي بكل المحبة والتقدير والاحترام له بالمعاشرة أكيد في البرلمان وخارجه، أنا بقول لا يليق بالإخوان أنهم يقدموا نفسهم للشارع المصري باعتبارهم حزب وطني مجدد عاوز يستولي على كل حاجة في البلد. الحديث عن ظاهرة التكويش بالتعبير العامي أو الهيمنة لا يفيد الإخوان المسلمين ولا يفيد سواهم. فإذا كنت أقول إن عبد المنعم أبو الفتوح الذي زاملته وأحبه وأثق فيه هو جزء من مشروع الإسلام السياسي، لأن ده وصفه الحقيقي بدقة، ده تاريخه الذي شاب عليه وشاب عليه فمش هيغيره النهاردة، فما بالك بمحمد مرسي. أنا طلبت إن يبقى في شراكة في عبد المنعم، لكن أما الدكتور محمد مرسي فأنا طلبت بأن يسحب ترشيحه، ده كان مطلبي، وبالتأكيد لا أقبل أن أكون نائبا لأي اسم لا بيعبر عن النظام القديم ولا بيعبر عن مشروع الإسلام السياسي. النظام القديم موقفي فيه واضح مع الثورة،
الإسلام السياسي بحترم كل أشخاصه وأحزابه وتياراته احتراما تاما، ولهم نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات زي أي واحد أنا منهم. بس بقول لهم يا جماعة ما يفيدش صورة مصر لا داخليا ولا في إقليمها ولا في